auf dem Weg gehen. Das Herz, die Herzmuskel, voll gut. Und das Herz intakt ist unterbrochen. Luftzufuhr, Blutkonserven. Es ist möglich, dass wir das wieder machen können. مري عليك يا منصور، مري عليك. ضهري اتقاسم يا منصور، ضهري اتقاسم يا خوي. قلت لك كفاية جاري يا خوي، وانت راكب حصانك وطاير. حزني على وجعتك تخلع القلب يا خوي. حزني عليك يا خوي. حرام عليك، بابا هيخف ويرجع احسن من الاول. ما تقوليش عليه كده. ربنا يجيبك بالسلامة يا خوي، ربنا يجيبك بالسلامة. يا حبيبي لحد ما يرجع هنعمل ايه؟ أنا خايفة قوي من عمي. محدش يقدر يعمل لنا حاجة. أنا لابس خاتمه، لابس خاتمه وقاعد مكانه بيفول عليك يا حبيبي. الحكم بيها عايزكوا تحت. اخفي من وشي دلوقتي. ايه يا صباح، سدي حالك انت. انزلي قولي له نازلين دلوك. يا خوي، يا حبيبي. ارتحت يا ابوي؟ اهو الجبل اتهز عن مكان. اخوك بيموت يا ابو عطيه. طخوه. اياك ترتاح يا كبير وتعرف تنام. اياك تسد الجوع. جات لك على الطبطابه دنيا ابو هبه كلها في يدك. هتعرف تبنيها ولا هتخنقها في كفك؟ الدنيا من بعدك خربانه يا عمي. أبو هبة بيتضرب وسطينا بالنار، بيضرب أخوك، وبدل ما تطربجها وبدل ما تسودها وتذبح نهارها، لقيتك بترمي حرامح على كنز أخوك، قاعد في بيته وعشمان تقعد مكانه. ويا ريتها جت على كده. ده كمان حتى قبل ما تطمن على أخوك عايش ولا لأ. لو بيدي كنت سافرت على رجلي. الله يلعن الفيز على الجوازات على الحدود اللي بيني وبينك يا عمي. أخوك عايش ولا لا؟ طلع من العمليات ولا لا؟ هيرجع سليم؟ إذا أنت خلاص قعدت مكانه. مالك يا واد زكي؟ حد قال لك إن أنا اللي طخيته؟ حد قال لك ده مش اخوي؟ ولا هي منظره وخلاص وحس عالي؟ مين قال لك يا خايب اني ساكت؟ ده حمل تقيل من خيبتك فاكرها عركه. ده دم يا واكل ناسك، دم تقيل. ابو هبه مش اخوي وبس، ده صاحب النغنغه اللي احنا فيه. بس انا ما اقدرش اتصرف واحنا مجروحين. الاول نطببوا الجرح ونقدروه، الاول نعرفوا حالنا ومن علينا، نقدروا يا غشيم قبل ما نتقدموا. ولا عاوزنا في البلاد نلبس وطرح والندبه تشاهر بينا؟ ليه؟ وحد قال لك ان الطار محتاج وقت؟ الطار محتاج نار، بس للاسف النار محتاجه رجاله. الزم مكانك يا عاد. ابوك بيجي ريس المكان، صاحب الكلمه. ولو بتحب عمك صح، اسمع الدور اللي هقولهولك.
عليك وعلى صفاء بنت عمك. ايوه صفاء يا مفتح، لازما تبقى مرتك، ولا انت عاوزها تدخل علينا ذكر غريب؟ اقتله. اللي جرب من صفاء بنت عمي اكله شو بسناني. برضك غشيم، البنات عاوزه جلع. ودي خواجاي خواجاي. شوف عطيه بيعمل ايه بلاش خيبه. خير يا اخوي. خير يا حكم. صباح الخال. كريم ما يقصدش يا اخوي. دلوقتي انا خابر كل واحد في مخه ايه. ابو هبه مش اخوي وبس، ده صاحب فضل عليا من ساس الراسي، وعشان نرجع حقه وناخده بتاره، سوى رجع ابو هبه ولا بعد الشر. بعد الشر. احنا عارفين نجيبه حقه كيف. عندك العيب يا حكم، ابو هبه بحوره كتير، اخاف تغرقني. ما تخافيش يا كريمه، اخوك ليه ناب ما مخلوعش. انا ما قصديش الطار يا حكم، انا قصدي امواله فلوسه، المدارس، الفنادق، العماير. الورث يا كريمه، بتدوري على الورث واخوك في غيبوبه؟ اخوك فيه الروح ما ماتش، لو ما درياناش كلمي بنت عمك غنيمه. انت كبرنا يا حكم، ما قلناش حاجه، بس ولادك ماسكين كل حاجه واحنا عاوزين نساعده. الاول ابو هبه كان وحده ماشي، دلوك ان كنت اخوات. جاء اليوم يا اخوي اللي تتقسم فيه المغانم وانت حي. يلا امي نمشي من هنا، ما قدرش اقعد هنا تاني. اقعد يا كريم اقعد. الورث امره سهل، كل واحد بياخد حقه، لكن في عرفنا مفيش ورث للنسوان يا كريمه. عاش ابو هبه ولا مات؟ تحت الشر. يعني ايه؟ يعني مفيش جسكوسة تتفرج هنا ولا هناك. اللي عاوز فلوس ياخد زي العادي، ده مش كلامي، ده كلام ابو هيبه، وكلمة ابو هيبه حكم. ولحد ما يرجع انا هنا الحاكم وطرف رقبتي. عاوز اسمع امين في حنك كل واحد قبل ما نطوره من هنا. امين. الأمين. على فكرة أنت وحش. حمزة.